صلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي صاحب جوامع الكلم الذي تفجرت من قلبه علوم الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل البيت الطيبين الطاهرين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فقد وصلنا في شرح السنوسية الوسطى إلى قوله رضي الله تعالى عنه: ويلزم أن يكون واجب البقاء أي لا آخرية لوجوده، إذ لو قبل أن يلحقه العدم لكان وجوده جائزا لا واجبا. هذا أيضا لا يصلح. ويلزم أن يكون واجب البقاء أي لا آخرية لوجوده، إذ لو قبل أن يلحقه العدم لكان وجوده جائزا لا واجبا، لما عرفت أن حقيقة الواجب ما لا يتصور في العقل عدمه. وهذا الوجود أي الذي يتصور عدمه قد فرض أنه يقبل العدم فيكون جائزا، لأن الذي يقبل العدم هو الوجود الجائز، إذ الجائز ما يصح فيه الوجود والعدم، والجائز يستحيل أن يقع بلا سبب، فيحتاج إذن هذا الوجود الجائز إلى سبب فيكون محدثا. وقد قام البرهان على وجوب قدمه، فإذا فرض عدم وجوب البقاء فيما قام البرهان على وجوب قدمه تناقض لا يعقل. أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله: هذا ما يتعلق بالقدم، وأما البقاء فشرع الآن يذكر فيه فقال: ويلزم أن يكون يعني محدث العالم واجب أي ثابت البقاء يعني الذاتي مقتضاه الدوام. يعني معنى البقاء الذاتي يعني بقاؤه تعالى لذاته، يعني ليس بسبب غيره، أو ليس غيره هو الذي أعطاه البقاء. ومقتضى البقاء معنى صفة البقاء أنه تعالى لا آخرية له، يعني لا انتهاء لوجوده، فوجوده مستمر أي دائم. لا النسبي الملحق بالعدم، فالبقاء له تعالى ذاتي وليس نسبيا، فإن من تصور في حقه لحوق العدم استحال عليه القدم. يعني مثلا ممكن نقول هذا الشيء باقي منذ 1000 سنة أو ما زال باقيا، ولكن إذا كان يجوز أو يلحقه أو يمكن أن يتصور عدمه ولو بعد آلاف الملايين من السنين، فهذا هو البقاء النسبي، يعني بالنسبة لغيره يسمى يعني غيره مثلا، يعني مثلا رجلان ولد في سنة واحدة وعاش أحدهما مثلا 100 عام ثم مات، والآخر بقي يعني لم يمت بعد، ولكنه سيلحقه الموت. فإذا قورن أحد الرجلين بالآخر يسمى الذي لم يمت يسمى باقي، ولكن بقاءه نسبي.
فإن من تصور في حقه لحوق العدم استحال عليه القدم، وهو الصفة الثانية من صفات أو من الصفات السلبية. ثم فسر البقاء بقوله أي لا آخرية، أي لا انقضاء ولا انتهاء. ولذلك وصف الله تعالى نفسه بأنه الأول، يعني الأول الذي لم يسبق، يعني ليس لوجوده ابتداء وليس لبقائه انتهاء. ثم فسر البقاء بقوله أي لا آخرية، أي لا انقضاء ولا انتهاء لوجوده، أي وجوده أبدي لم يلحق عدم بوجه من الوجود، لأن وجوده أزلي. أزلي يعني لم يسبقه عدم، أبدي يعني لم يلحقه عدم. والبقاء أيضا يطلق على معنيين، أحدهما مقارنة الوجود بزمانين فصاعدا، وهو مستحيل في حقه تعالى لما عرفت من استحالة تقييد وجوده تعالى بالزمان. هذا هو البقاء النسبي، اللي هو مقارنة الوجود لزمانين فصاعدا. يعني مثلا شيء موجود في زمن الصحابة رضي الله تعالى، ثم هو موجود في زمن التابعين، فقارن وجوده زمانين فصاعدا، حتى لو استمر وجوده إلى عصرنا هذا وهو موجود من أيام الصحابة، فهذا يوصف به بالبقاء، لكن معناه مقارنة الوجود لزمانين فصاعدا. كالأهرامات الذي في الجيزة موجودة من قبل الصحابة، فقارن وجود الأهرامات أكثر من زمن، موجودة من زمن الصحابة والتابعين وزمن الدولة الأموية والعباسية ودولة المماليك والدول التي جاءت بعدها إلى يومنا هذا. فهذا اسمه البقاء بمعنى بمعنى لا مقارنة الوجود لزمانين، اللي احنا بنسميه النسبي. وإنما يتصف ببقاء بهذا المعنى الحوادث. والثاني ما تقدم، وهو ما لا انقضاء لوجوده. والثاني ما تقدم، وهو البقاء الذاتي. ما لا انقضاء لوجوده، أي وجوده دائم. لا أنا حجيب الماء معي يلا. والثاني ما تقدم، وهو ما لا انقضاء لوجوده، أي وجوده أبدي لم يلحق عدم، وهو بهذا المعنى هو الثابت له جل وعلا ولا يتصف به سواه، يعني لا يتصف به غيره تعالى. والدليل على وجوده له تبارك وتعالى هو ما أشار إليه بقوله إذ لو قبل، أي أمكن وصح وجاز أن يلحقه، يعني يطرأ عليه العدم، يعني الفناء بعد الوجود تعالى عن ذلك، لكان وجوده تعالى جائزا، أي يصح في العقل وجوده وعدمه ومماثلا لما سواه، لا يكون وجوده واجبا تعالى علا. لما عرفت، أي لأجل الذي علمت منه أن حقيقة، أي تعريف الواجب العقلي وما لا يتصور. يعني إذا كان الله تعالى وجوده واجبا، يبقى معنى كده لا يلحقه عدم، يبقى لا بد أن يكون باقيا، لأن الوجود الواجب هو معناها ما لا يتصور في العقل عدم، وهو تعالى قديم، وكل ما ثبت قدمه استحال عدم، فلا يمكن أن يلحقه فناء. نعم.
أن حقيقة أي تعريف الواجب العقلي هو ما لا يتصور يعني يدرك في العقل متعلق بيتصور عدمه يعني نفيه. وهذا الوجود يعني الواجب الذي لا يتصور في العقل عدمه قد فرض يعني قدر أنه يقبل العدم يعني الفناء، فيكون وجوده حينئذ جائزا لا محالة. ثم علل كونه جائزا بقوله إذ الجائز العقلي هو ما يصح وبكسر الصلاة كشح يشح صح يصح، يعني في الجائز باعتبار ذاته الوجود والعدم، يعني نظرا له في ذاته يجوز أن يكون موجودا ويجوز أن يكون معدوما، وهذه حقيقة الجائز. فلا يكون الشيء جائزا إلا إذا كان يستوي فيه الوجود والعدم من حيث ذاته، لكن إذا نظرنا إلى تعلق علم الله بإيجاد جائز مثلا كزيد أو عمرو فيصبح الجواز هنا إيه؟ يصبح وجود زيد واجبا ولكن ليس لذاته، وإنما واجب لغيره، يستحيل يعني يمتنع ولا يتصور في أن يقع، يعني يوجد ويحدث بلا سبب يعني بلا محدث، يعني إذا كان وجوده جائزا فلا بد أن يكون له سبب يعني فاعل أو مخصص أي محدث، فيحتاج يعني يفتقر إذن بالتنوين هذا الوجود يعني المفروض المقدر الجائز في العقل وجوده وعدمه إلى سبب يعني فاعل ومحدث وموجد، كل هذه ألفاظ مترادفة فاعل محدث موجد مبدع صانع، وإذا احتاج إلى ذلك فيكون بالضرورة محدثا أي مخرجا من العدم إلى الوجود، وإذا كان محدثا لم يكن قديما، كيف يكون محدثا؟ يا عجبا، يعني لم يكن قديما كيف يكون محدثا؟ يعني بلا إيه؟ بلا محدث. وقد قام دل وشهد البرهان القاطع والدليل الساطع على وجود قدمه الذاتي، فإذا لحوق العدم لذاته العلية مستحيل، فبان لك بهذا البرهان القاطع أن وجوب القدم يستلزم أبدا وجوب البقاء، وأن تجويز العدم اللاحق يوجب ثبوت العدم السابق، يعني لو كان يمكن أو يجوز أن يلحقه عدم يبقى معنى هذا أننا نجوز العدم السابق، وإذا جاز العدم سواء كان سابق أو لاحق يعني معنى هذا أن وجوده ليس واجبا وإنما هو وجود جائز. فإذا فرض عدم وجوب البقاء فيما قام البرهان على وجوب قدمه تناقض لا يعقل، فخرج لك بهذا البرهان قاعدة كلية، وهي أن كل ما ثبت قدم استحال عدمه، وأن الجمع بين وجوب القدم وعدم وجوب البقاء تناقض لا يعقل. يعني لو قلنا أنه يجب له القدم ولا يجب له البقاء هذا تناقض، لأن كل ما ثبت قدمه استحال عدمه. وإلى هذا المعنى أشار المصنف رحمه الله تعالى بقوله فإذا فرض يعني تقديرا، يعني نفرض هذا من باب التقدير، فرض يعني تقديرا عدم أي انتفاء وجوب أي ثبوت البقاء السرمدي فيما أي في الذي قام البرهان القاطع والدليل الساطع على وجوب أي ثبوت قدمه الذاتي تناقض أي تخالف بينهما بالإيجاب والسلب، وهذا لا يعقل أي لا يتصور في العقل بوجه من الوجوه ولا باعتبار معتبر، يعني بأي وجه حتى بمجرد الاعتبار
باب في الدليل على وجوب مخالفته تعالى للحوادث. باب في الدليل على وجوب مخالفته تعالى للحوادث وعدم اتحاده بغيره، وبيان الدليل على وجوب قيامه تعالى بنفسه. ويلزم أن يكون محيط العالم ليس بجرم ولا صفة لجرم جرم لما عرفت من وجوب حدوث الأجرام وصفاتها، ولا متحدا بغيره أن يكون معه واحدا، وإلا فإن بقي موجودين فهما يعدى لاثنين لا واحدا، وإن لم يبقيا موجودين فلم يتحد أيضا، وإن عدم أحدهما وبقي الآخر فكذلك، لأن المعدوم لا يتحد بالموجود. وأن يكون ليس في جهة من الجهات لأنه لا يعمرها إلا الأجرام، وألا تكون له هو أيضا جهة لأنها من عوارض الجسم، ففوق من عوارض عضو الرأس وتحت من عوارض عضو الرجل، ويمين من عوارض العضو الأيمن، وشمال من عوارض العضو الأيسر، وأمام من عوارض البطن، وخلف من عوارض الظهر. ومن استحال عليه أن يكون جرما استحال عليه أن يتصف بهذه الأعضاء ولوازمها، ويجب أيضا أن يكون قائما بنفسه. قال الشارح: ولما فرغ من الكلام على وجوب القدم واللقاء شرع في الكلام على وجوب مخالفته تعالى للحوادث وقيامه تعالى بنفسه، والدليل على ذلك فقال: باب، أي هذا باب في بيان إقامة الدليل القاطع على وجوب أي ثبوت مخالفته أي عدم مماثلته تعالى، أي تنزه وتقدس في ذاته وفي صفاته وفي أسمائه وفي أفعاله عن مشابهته وعن مماثلته تعالى للحوادث، يعني المخلوقات من العرش إلى الفرش وما سيوجد منها. يعني هو سبحانه وتعالى مخالف للحوادث، يعني لما هو موجود منها ولما سيوجد. والمخالفة معناها عبارة عن سلب الجرمية والعرضية ولوازمهما، يعني الحوادث عبارة عن أجرام وأعراض. ولماذا قالوا مخالفته تعالى للحوادث؟ وهو أيضا مخالف للممكنات، فلما قالوا الحوادث ولم يقولوا للممكنات؟ لماذا؟ أو لم يقولوا للموجودات؟ لماذا قيدوا المخالفة بأنها للحادث؟ ولماذا لم يعبروا كما جاء في القرآن الكريم، يعني لم يكن مثلا عنوان الباب باب في الدليل على عدم مماثلته للحوادث، كما جاء في قوله تعالى: ليس كمثله شيء. ففي الآية الكريمة نفت مماثلته، ولم يكن التعبير القرآني بكلمة المخالفة، ومع ذلك فعلماء الكلام لم يخالفوا النص القرآني، لأن إسناد نفي المثلية في الآية إلى الأشياء، والمخالفة هنا في العنوان إلى الله تعالى مخالفته. فإذا كان المخالفة يعني معناها عدم المماثلة، ولكن إذا نفينا الشبه عن الأضعف، نفينا مشابهة الضعيف للقوي، فنعبر بكلمة عدم المثلية، فنقول لك مثلا: أنت ليس كمثل فلان في القوة أو في العلم، فتسند المماثلة إلى الجانب الأضعف. أما إذا أسندت إلى الأقوى يعبر بكلمة المخالفة، لأن المخالفة لا تكون من الضعيف للأقوى، وإنما تكون من القوي للضعيف،
فأنت مثلا لا تقدر على مخالفتي، إنما مثلا أنا أقدر على مخالفتي. ولهذا لما كان الإسناد إليه تعالى مخالفته فعبر بكلمة لي المخالفة. أما إذا لأن المخالفة أو المماثلة تكون من الجانبين ليس من جانب واحد لأنها مفاعلة، فإذا نفيت أنه تعالى مماثل للأشياء فتنفي عن الأشياء أنها مماثلة له، فالنفي من الجانبين، فهو لا يماثل والأشياء أيضا لا تماثله، وكذلك المخالفة. لكن إذا لاحظت الجانب القوي تعبر بكلمة إيه؟ المخالفة. أما إذا لاحظت الجانب الضعيف تعبر بكلمة إيه؟ المماثلة. وطبعا المماثلة والمشابهة والمحاكاة والمضاهاة والمشابهة والمناسبة والمجانسة، كل ده إيه؟ ألفاظ تؤدي إلى إيه؟ إلى التشبيه والتجسيم. فلا يماثل ولا يضاهي ولا يناسب ولا يشاكل ولا يجانس، كل هذا إيه؟ منفي عنه سبحانه. لكن بعض الناس تزل قدمه أو يعني يضعف فهمه فيظن أن نفي المماثلة الكلية أو التامة بينه وبين المخلوقات يعني هذا لا يتصور. يعني مثلا نحن كبشر أيضا في بعض الوجوه لا تكون مماثلة بيننا كأفراد أو كناس، فنقول فلان ليس مثل شيء، مثلا ليس مثل فلان في العلم أو في القوة أو في الجسم أو في الجمال أو في الصورة، فممكن تنتفي المماثلة بين إيه؟ المخلوقات أو بين الأشياء، ولكن ليس هذا هو المعنى المراد. فكثير من ينتسبون إلى السلفية المعاصرة أو التشبيه أو التجسيم يجعلون لله تعالى جسما، يعتقدون كذلك، وأن له يد وأن له وجه، ولكن يقول اليد ليست كأيدينا، يعني مختلفة، يعني ممكن تكون لها شكل أو حجم أو مركبة من شيء لا نعرفه. المهم إيه؟ ينفون المماثلة من حيث الكيفية، أو ينفون المشابهة من حيثيات أخرى، لكن يعتقدون أنها أعضاء أو أنها جوارح. إذن فهؤلاء لم يعرفوا المراد بنفي مماثلة الأشياء له، أو لم يفهموا المقصود من صفة المخالفة للحوادث. فممكن أنت تقول مثلا الطفل له يد، ولكن يد الطفل صغيرة كده وجميلة ورقيقة خفيفة ليست كيد الرجل، وهذه إيه الذي أمسك بها يد ليست كيد الحقيبة أو ليست كيد الإنسان، والجمل له رجل ليست كرجل الإنسان لكنها رجل، هذه رجل وشيء مادي أو شيء عضوي. إذن فإذا ذهبنا إلى هذا المسلك بمعناها هذا إثبات للجسمية، يعني كأننا نتصور تعالى جسما إلا أن أعضاءه أو حجم الجسم أو هيئة الجسم مختلفة، وهذا هو عين التشبيه والتجسيم، لأنه إذا ثبت أنه جسم فهو مماثل لكل الأجسام، فكل الأجسام متماثلة في أنها جسم، وإن اختلفت في الهيئات أو في الشكل أو في الحجم أو في الطول أو في العرض، ولكن هناك مثلية وهي إيه؟ الجسمية. وإذا أثبتنا اليد لله تعالى على حقيقتها فهذا معناه إيه؟ تجسيم وتشبيه، ويلزم من التجسيم التشبيه. لماذا؟
لأن اليد بمعنى الجارحة أو بمعنى العضو أو الأصابع أو يبطش بها أو يمسك بها أو يرفع بها أو يضرب بها، لا فرق بين يد ويد أخرى في كونها يد. فالطفل يأكل بيده والرجل يأكل بيده والمرأة تأكل بيدها. وإذا قلنا مثلا له فم أو لسان، فيكون أي شيء له فم أو لسان أو له جوف أو معدة أو يهضم الطعام، فجميع المخلوقات التي تأكل وتشرب متماثلة في أنها أجسام. وكذلك الإنسان متماثل حتى مع الحجر في كونه جسم، إلا أن الحجر جسم غير نامي والإنسان جسم نامي. فالإنسان يتماثل مع الحيوان ومع النبات في كونه جسم نامي، ويتماثل أو يعتبر مثل الحجر في كونه جسم مطلق. إذن فمهما قلت مثلا يد تليق بذاته أو مثلا يد لا نعلمها، كل هذا يعتبر تجسيم. ليه؟ لأنك اعتقدت الحقيقة التي تدل عليها اللغة. إذن فكيف نفهم معنى نفي المثلية أو معنى أنه تعالى مخالف للحوادث؟ هذا هو الأصل الذي يجب أن نفهمه ولا نلتفت إلى غيره مهما قاله ولو قاله الناس جميعا، لأنه خلاف الحق. ما هي الحوادث؟ يعني أولا قلت لكم لماذا كان التعبير بلفظ المخالفة، لأن الإسناد في النفي إلى مين؟ إلى الله تعالى، وهو تعالى أقوى، وهو يعني الحوادث أو المخلوقات بالنسبة له لا شيء، فكيف يعني نقول هي تخالفه؟ هو الذي يخالفه، إنما نقول هي لا تماثله. طب لماذا قالوا للحوادث ولم يقولوا للممكن؟ لأن الممكن قلنا يستوي فيه الوجود والعدم، وممكن يكون شيء يسمى ممكن وليس موجود. فلا تنعقد المماثلة أو المشابهة بين شيء موجود وشيء معدوم، فلا بد الحادث هو الموجود بعد عدم. فهنا يصح أن ننفي مشابهة المولى سبحانه وتعالى عن الحادث أي الموجود، لأنه لا يمكن يشبه شيء إلا إذا كان الشيئان موجودين، فتنعقد بينهما مشابهة أو مماثلة. إنما هل نشبه موجود بمعدوم؟ أن الممكن ممكن يكون معدوم وليس موجود ويسمى ممكن. الممكن إما أن يكون معدوم وإما أن يكون موجود، والممكن الموجود هو الحادث، فلهذا قالوا مخالفته للحوادث. يعني إذا لا يخالف الممكن، لأن الممكن ربما يكون معدوم، فكيف تقع المخالفة بين الموجود وبين الإيه؟ مفهوم؟ طيب إذا نظرنا إلى الحوادث كلها، كل ما هو حادث، يعني كل ما هو غير الله تعالى، إما أن تكون الحوادث أجرام وأعراض. هل هناك حوادث ليست أجرام ولا أعراض؟ ولو فرض أنه في حوادث ليست أجرام ولا أعراض، يكون الحق تعالى أيضا مخالفا له لو افترضنا. لكن الآن حصرنا الحادث في إيه؟ في الجوهر وإيه؟ والعرض. يبقى أول شيء عشان نفهم معنى المخالفة للحوادث، أول شيء أن ننفي عنه تعالى أنه جوهر أو أنه جرم أو أنه عرض. ليه؟ لأنه لو كان جوهرا أو كان جرما، جرم يعني يشغل حيز من الفراغ، أو عرض يعني لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بغيره، يبقى إذن ما ثل الحوادث ولم تكن بينه وبينها مخالفة، لأنه هو جرم وهي أجرام، أو هو عرض وهي أعراض. يبقى مهما قلت بعد ذلك، يبقى أنت كده مشبه ومجسم. إذا اعتقدت في الله تعالى أنه جرم، جرم يعني إما أن يكون من غير تركيب وهو الجوهر،
أو مؤلف من أجرام أو من جواهر أخرى فردة، فيكون إيه جسما، لأن الجسم هو المؤلف. يبقى إذا اعتقدت الجسمية أو الجرمية التحيز، أو اعتقدت أنه عرض أي قائم بغيره، يبقى قد جعلته حادثا مهما قلت من ألفاظ أنه يعني عرض لا كالأعراض، أو جسم لا كالأجسام، أو جسم يليق بذاته، أو جسم يعني كما قاله، أو على الوجه الذي أرى، كل ده لا يسمن ولا يغني من جوع. فأول شيء يقلع التجسيم أو يقتلع التجسيم والتشبيه من جذوره أن تنفي عنه الجرمية والعرضية. إذن هذا أول الطريق لقطع التجسيم والتشبيه. فإذا نفيت أنه جرم وأنه عرض، استراح قلبه، وبعد ذلك خلاص انتهى كل شيء، لأنه لا يمكن إثبات المكان أو الاستواء أو النزول إذا لم يكن جرما. يبقى كل شيء بعد كده سقط، لأن الجرمية ملزومة ولها لوازم، والعرضية ملزومة ولها لوازم، وإذا انتفت الملزومات انتفت لوازمها. فلا يمكن أن نقول بعد كده لا نزول ولا استواء ولا يد ولا وجه ولا مجيء ولا هرق ولا ضحك ولا بكاء ولا نزول ولا صعود، ولا نقول أن كل هذه لوازم وقد انتفى الملزوم. والقاعدة تقول إذا انتفى الملزوم انتفى اللازم وقضي الأمر الذي فيه تستفتيان. يبقى ما معنى المعنى الصحيح المحرر المدقق الذي هو منهج الأزهر الشريف، لا منهج داعش أو لا منهج المجسمة أو المشبهة أو الخوارج أو غيرهم؟ هو سلب الجرمية والعرضية، لأنك إذا جعلته جرما لا بد أن تقول بالتحيز، وإذا قلت بالتحيز لازم تثبت المكان، وإذا أثبتت المكان تثبت الجهة، وإذا أثبتت الجهة والمكان تثبت الزمان، وإذا أثبتت ذلك تثبت عليه صفات مين؟ الحوادث. فكيف يكون قديما وقد جعلته حادثا؟ قال تعالى ليس كمثله شيء. يبقى أول شيء فهمنا القاعدة، هذه هي القاعدة، ما معنى مخالفة الحق تعالى للحوادث؟ معناها في هذه الجملة سلب الجرمية والعرضية، وممكن في البعض قال كده سلب الجرمية والعرضية والكلية والجزئية، يعني الله تعالى ليس كلا، لأنه لو كان كل لكان له أجزاء، ولو كان جزءا لتركب منه ومن غيره كل، فهو لا كل ولا جزء. والكلية لها لوازم والجزئية لها لوازم، وإذا انتفى الملزوم انتفى يبقى هذا هو الإجمال. يبقى أول شيء سلب الجرمية. طبعا إذا نفينا الجرمية وهي ملزوم انتفى اللازم. ما هو لازم الجرمية؟ التحيز. وما هو لازم العرضية؟ القيام بالغير. والحوادث إنما هي أجرام وأعراض، وهو تعالى مخالف له، هو غير ليس حادثا، فوجب ألا يكون جرما ولا عرضا. ثم يجب أن تنتفي عنه لوازم الجرمية والعرضية، واللوازم هي التي تقع بها الصور المماثلة، وهي عشرة كلها منتفية. فلازم الجرمية والعرضية والكلية هو العشرة، التفصيل ده. يعني إذا أردت جملة واحدة سلب الجرمية والعرضية ولوازمها، وإن أردت التفصيل أول شيء أن يكون تعالى جرما، والجرم إما مركب وحينئذ هو الجسم، أو غير مركب وحينئذ هو الجوهر الفرد. يبقى إذا انتفت الجرمية انتفى أن يكون جسما وانتفى أن يكون جوهرا.
أن يكون عرضا، والعرض يلزم منه القيام بالجرم، فلو كان عرض لكان له جرم يقوم به. ثالثا، لو ثبت التحيز أو ثبتت الجرمية لكان في جهة من جرم آخر، فليس هو فوق شيء أو تحته أو عن يمينه أو عن شماله إلى غير ذلك من الجهات، يعني ليس هو سبحانه وتعالى في جهة، يعني لا يقال إنه فوق العالم ولا تحت العالم ولا فوق العرش ولا تحت العرش ولا يمين العرش ولا شمال العرش ولا أمام العرش ولا خلف العرش، تنتفي الجهات كلها، لأن الذي يكون في جهة هو المتحيز. وما الفرق بين الجهة والمكان يا شيخ محمد؟ إيه الفرق بين الجهة والمكان؟ أنا الآن دلوقتي ده مكاني، والمكان ده هو جهة غيري، خلاص كده، وليس جهتي أنا. فالمكان والجهة بينهما عموم وخصوص. يبقى المكان ده هو مكان للشيء وجهة لغيره، والجهة اللي هو لغيري هي مكان لغيري، وأنا المكان بتاعي جهة له. ففي عموم وخصوص بين الجهة، فكل ما هو في جهة في مكان، وكل ما هو في مكان في جهة. يبقى إذن ليس تعالى في جهة، يعني من العالم أو من المخلوقات. طب لماذا إذا توجهنا إلى الصلاة توجهنا إلى القبلة؟ الجواب على هذا إنه الجهة دي نصبها الشرع للصلاة إليها، ولو نصب جهة أخرى لصلينا إليها، وكانت الجهة قبل ذلك لم تكن الكعبة، كانت بيت المقدس. فالله إذا أمرنا بأي جهة نتوجه، هذا لا دخل له في الإيه؟ في الدلالة العقلية، هذه جهة نصبها الشرع. وقال تعالى: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه، يعني الوجه الذي وجهكم الله إليه. إذن ليس في جهة، لا في مشرق ولا في مغرب ولا في جنوب ولا شمال ولا فوق ولا، لأن هذه كلها لا بد أن يكون الذي في جهة هو إيه؟ جرم. وليس له هو تعالى جهة، يعني ليس له فوق وليس له تحت. ثم إذا انتفت الجهة كيف يكون له مكان؟ أن يحل في مكان، أن يتقيد بزمان بحيث تكون حركة الفلك منطبقة عليه، أن يكر عليه الجديدان الليل والنهار، يعني الله تعالى ليس عنده ليل ولا نهار، هو الذي يقلب الله الليل والنهار، فبالنسبة له لا نقول هو الآن في ليل أو هو الآن في نهار، هذا بالنسبة لمين؟ للمخلوقات. أن تتصف ذاته بالحوادث، يعني ليس هو تعالى، لا نقول إنه متحرك وإنه ساكن، لأن الحركة والسكون دي من خصائص الجرم الذي يتحيز، يعني ينتقل من حيز إلى آخر. أن تتصف ذاته بالصغر أو بالكبر بمعنى كثرة الأجزاء، فلو كان ذاته كبيرة بمعنى أنها مكونة من أجزاء كثيرة زي الجبل ضخم، أو صغيرة زي مثلا شيء صغير أو شيء ضخم، هذا الصغر معناه قلة الأجزاء، والكبر معناه كثرة الأجزاء. هذا كله مستحيل، لأن الكثير الأجزاء أو القليل الأجزاء هو إيه؟ الجسم. أن يتصف بالأغراض في الأفعال أو في الأحكام، يعني الله تعالى إذا فعل شيئا فليس له من وراء هذا الفعل غرض ليحصل به غرض لم يكن، أو مثلا له شيء يبعثه، أو مثلا ثمرة يستفيد منها. وكذلك في الأحكام، إذا حكم علينا بحكم مثلا بوجوب الصلاة أو بإيتاء الزكاة، سبحانه وتعالى لا ينفع
يعني لا ينتظر منفعة من هذه الأحكام التي شرعها لعباده. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. فليس له في أفعاله وأحكامه أغراض، فليس فعله كإيجاد زيد أو حكمه كإيجاب الصلاة علينا لغرض، يعني مصلحة تبعثه على ذلك. فهذه هي العشرة، هي تفصيل لوازم الجرمية والعرضية. هذا هو المعنى الصحيح المحرر المتقن. ولو نظرت في الآية، شوف كده، ليس كمثله شيء. كلمة شيء نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، أي شيء، سواء كان هذا الشيء ذات أو معنى أو حتى حال أو اعتبار، أي شيء لا يمكن أن تقع مماثلة بينه وبين الله. وحتى لا يتصور الذهن أنه نفي أنه ليس شيء مثله، يبقى معناها هو عدم محض، فأثبت الكمالات، فقال وهو السميع البصير، يعني أثبت الكمالات لله تعالى حتى لا يقع النفي المحض. لأنك تقول عن العدم أيضا ليس مثله شيء، لأن الشيء موجود، فالعدم لا مثلية بينه وبين شيء موجود. ولهذا لم تنتهي الآية عند قوله ليس كمثله، وإنما جاء له الكمال حتى يثبت الوجود ولا يأتي تصور العدم في الذهن. وشيء النكرة، بل أنكر النكرات، وقعت في سياق النفى تعم، وقدم السلب على الإثبات، يعني لم يقل الله تعالى سميع بصير ليس كمثله شيء، قدم السلب في هذه الآية إشارة إلى نفي المماثلة في الذات والصفات، يعني ذاته تعالى ليست هناك مماثلة بينها وبين ذات أخرى، ولا صفات كالعلم والقدرة، فلا يمكن أن تكون مثلا صفة زي العلم لغير الله يعلم بها كل شيء ما كان وما يكون، ولا يمكن أن تكون قدرة لإنسان أو لبشر أو لملك أو لجن أو لإنس كقدرة الله يحيي بها ويميت ويوجد ويخلق، لا، فليس له مثيل لا في الذات ولا فيه. ولماذا لم يقل في الأفعال؟ لأنه أصلا ما فيش فعل لغيره، هو وحده اللي بيفعل، فلا يعني يقال ليس له مثل في الأفعال، لأنه أصلا أفعال العباد مخلوقة لله، فليس هناك فاعل سواه، ولو قدم عجزها لكونها إثباتا على صدرها لكونها سلبا كان فيها شعور بنفي المثلية عن الصفات. يعني مثلا لو قال وهو السميع البصير ليس كمثله، يبقى يعود نفي المثلية على الصفات اللي هي السمع والبصر، يعني سمعه ليس كمثله وبصره، ولكن أراد نفي المثلية عن الذات أولا. والكاف في كمثله صلة لتوكيد المثل، يعني ليست الكاف بمعنى مثل، وإلا يصير المعنى ليس مثل مثله شيء، فيكون هذا إثبات للمثل، ويكون المنفي هو مثل المثل. وهذا لا يتصور، لأنه لو قلنا له مثل يبقى الله تعالى مثله وهو مثله، يبقى هنا وقعت المماثلة، لأن الشيء لا يماثل نفسه، يبقى إذن لا معنى ليس كمثله. لماذا لم يقل ليس كذاته، وإنما قال ليس كمثله، يعني ليس كهو شيء. يبقى هنا الكاف في مثله صلة للتوكيد، إذ لو لم تقدر صلة يعني زائدة لصار المعنى ليس شيء مثل مثله، فيلزم المحال وهو إثبات المثل. فعرفه في بعض العلماء قالوا كلام نفيس، يا
قالوا ممكن تكون الآية ليس مثله شيء من غير الكاف ويكون المعنى صحيح، لأن هذا هو المراد، أن ننفي أن هناك مثلا. فإذا لماذا جاءت الكاف؟ قال بعض أهل العلم من أهل التحقيق والبصيرة أن الكاف ليست زائدة كما يذهب كثير من المفسرين، وإنما لها سر، وهو أنه لو قال تعالى ليس مثله من غير الكاف يبقى يتصور المثلية التامة من جميع الوجوه، وإنما عندما تأتي الكاف يعني ليست هناك مثلية تامة ولا مثلية قريبة. فمثلا عندما ادعى أهل الشرك أو أهل الضلال أن هناك آلهة مثله تعالى لم يجعلوها مثله مثلية تامة، بل قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، فجعلوا منزلة الله تعالى أعلى منها وهي آلهة، فهي تماثله من حيث كونها آلهة ولكنه أعلى شأنا وأعظم قدرا منها. فلم يزعم أحد من أهل الشرك أن المثل أو المثيل لله تعالى أو الشريك مطابق له أو مماثل له مثلية كاملة، ولكنه قريب. إذن فسر زيادة الكاف أنها كأنها تقول ليس هناك مثل تام يساويه وليس له مثل قريب منه، فنفت المثلية التامة والمثلية القريبة. هذا هو سر زيادة الكاف. ومثلا نحن نعظم الملائكة ونعظم الأنبياء والأولياء والعلماء، نجعلهم في مكانة عالية جدا، ممكن نقبل أيديهم ونتوسل بهم، ولكن مهما كانت عظمتهم لا تقارب عظمة الحق ولا منزلة الحق. فعشان كده لا يظن أحد أننا مثلا نقدس الأولياء أو مثلا نرفع منزلتهم إلى درجة الألوهية، لا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم نعظمه ونحبه حبا عظيما ونتعلق به وهو أولى بنا من أنفسنا، لكن لا يمكن أن نعتقد مساواته أو حتى مداناته أو يعني أنه يعني قريب من الله، ننفي هذا تماما. فمبلغ العلم فيه أنه بشر، ومع ذلك نعظم الرسل ونعظم الأولياء. وسيدي سيدي علي وفا في السادة الوفائية مكتوب كده هناك في أضرحتهم: الأولياء وإن جلت مراتبهم في رتبة العبد، والسادات سادات لهم مكانة عالية جدا، ولكنها لا تخرج عن دائرة العبودية. فمن هنا جاءت الآية فيها الكاف، يعني مهما كانت منزلة الأولياء والأنبياء والملائكة وجبريل لا يمكن يتصور أنها مثل الله أو حتى قريبة، في بعد عظيم جدا، بعد الخالق من المخلوق في المعنى. هناك حاجة اسمها الفارق، حتى اسم الكتاب كده الفارق بين المخلوق والخالق. أن يشابه الحادث القديم أو يكون مماثلا أو مشابها، هذه عقائد كلها زائغة وكلها فيها ضلال، اللي هي يقول لك نثبت. القرآن صريح في النفي، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يلا يا شباب. والمخالفة للحوادث هي الصفة الثالثة من الصفات السلبية، وإنما قال للحوادث ولم يقل للعالم. ما هي يعني؟ يقول لك لماذا لم يقل مخالفته للعالم؟ لأن العالم منحصر في الأجرام والأعراض، والعالم حادث والأجرام والأعراض حادثة. ما هو دليل حدوث الأعراض؟ مشاهدة تغيرها. وما هو دليل حدوث الأجرام؟ ملازمة الأعراض لها، وكل ما لازم الحادث فهو حادث، والحوادث أعم من ذلك.
والحوادث أعم من ذلك. هي معنى أعم من ذلك، يعني أعم من الأجرام والأعراض، فقال الحوادث ولم يقل العالم ولا الأجرام ولا الأعراض، بناء على زيادة القسم الثالث في بعض الفلاسفة، قال لك فيه حاجة إيه، لا أجرام ولا أعراض، أثبتوا المجردات، ولو كانت موجودة على فرض أنها موجودة فالله تعالى مخالف لها، لأنها من جملة الحوادث. فلهذا كان تعبير علماء الكلام دقيق، قالوا مخالفته للحوادث، يعني كل ما هو حادث سواء كان جرما أو عرض أو لم يكن جرما أو عرضا إلى آخره. والله تعالى قديم أزلي، لهذا قال للحوادث والله أعلم هذا ما ظهر لي بحسب ما فتح الله علي وما وجدته منصوصا كذلك، يعني هذا فتح. فأنت إن تعلمت العلم وأخلصت لله تعالى جاءك الفتح، فتح عليك. أما إذا قصدت الشهادة أو قصدت المال أو قصدت أي شيء آخر لا يأتيك الفتح، إنما فقط تحفظ ثم يعتريك النسيان والطمس. فأخلص واتقوا الله ويعلمكم الله، خل عندك إخلاص، تأتيك الدنيا ويأتي المال ويأتي كل شيء، أهم حاجة يكون الإخلاص. يلا يا شباب. واعلم أن المصنف رحمه الله ترجم في هذا الباب بثلاثة مطالب، فإثبات المطلب الأول يرد على الحشرية القائمين بالجسمية والجهة والمكان. يبقى اللي يقول بالجسمية أو الجهة والمكان ده من الحشوية أو الحشوية، خلاص؟ قلت لك اللي حيثبت المكان أم ليس أمامه إلا أحد أمرين لا ثالث له. لو واحد قال لك إن الله تعالى له مكان، قل له أين المكان؟ حيقول لك في السماء. فقل له بس سؤال بسيط جدا، معنى هذا أن السماء أزلية، يعني ليست مخلوقة، قديمة مع الله، لأن مكان له ومكان القديم لا بد أن يكون قديم، أو أن الله حادث بحدوث السماء. فالقول بالمكان أو بالجهة يؤول إلى أحد أمرين، كلاهما كفر، إما حدوث الإله وإما قدم المكان أو الجهة، ليس هناك أمر آخر. ولهذا المحققين من المالكية المتشددين كفروا إيه؟ إحنا لا نذهب إلى التكفير، لأنهم ليسوا عقلاء، لو عقل وفهم وقال يكفر، إنما هو لا يعقل لا يفهم، مثله كمثل الحمار لا يفهم. فهل أنت يعني تحاسب الحمير؟ يعني قل له كيف يكون له مكان والمكان حادث وهو قديم، أين كان قبل خلق المكان؟ إن استطاع أن يجيب فاقتل نفسك، لا يمكن أن يجيب، كيف يجيب بالعقل كده؟ مرة كنت في هناك في البلاد المقدسة، واحد بيسألني بيقول لي يعني أين تعتقد، يعني ما هو العقيدة في أين الله؟ سبحان الله. قلت له كيف أجيب عن هذا؟ القرآن واضح ولا يعرف العقل، ذهب إلى ليه؟ النص. أأمنتم من في السماء، رغم أن النص لم يقل إن الذي في السماء هو أأمنتم من في السماء، ما هو سيدنا جبريل في السماء برضه هو الملك الموكل بالعذاب، أأمنتم من ده اسم موصول، فتقع على كل من في السماء. والسماء حتى لو قلنا بكلام أن الله فيها، معه أيضا جبريل وميكائيل والملائكة هم في السماء، فكيف نفسر من في السماء على الله وحده؟ هل السماء خالية من غير الله على حسب كلامهم؟ فيكون كل هؤلاء لا أمان لهم. أأمنتم من أن يخسف بكم الأرض؟ وإن شاء الله ربنا يخسف بهم الأرض ويريح الأمة منهم. يبقى من الذي قال إنه من في السماء يعني الحق تعالى يريد نفسه؟
مش كده في آية أخرى قل هو القادر أن ينزل عليكم عذابا من إيه؟ كمان في السماء، يعني الملائكة الموكلين بالعذاب. وبعد كده قلت له يعني كده الإجابة الصحيحة أن الله تعالى له مكان محدد وهو السماء؟ قال نعم، ده هذا هو أعلم بنفسه، هو الذي قال هذا. قلت له يا أخي ما القرآن باللغة العربية، واللغة العربية لها معاني، ثم أنه ليس مذكور في الآية. فجاء به بآية أخرى، وهو الذي وهو الله في السماوات وفي الأرض. قلت قالت وفي الأرض، يلزم أن يكون له إيه؟ مكانان، السماوات والأرض. وكيف يكون لشيء واحد مكانان؟ فتحير. ثم قلت له أنا لو سئلت أين كان قبل خلق السماوات، هل السماوات مخلوقة ولا أزلية؟ قال مخلوقة. إذن فلم يكن له مكان قبل خلقها، فكيف يكون له مكان بعد خلقها؟ فتحير ولم يعرف. هذا يحفظ النصوص لكن لا يفهمها. قل له ماذا تقول في قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله؟ يبقى يلزم أن نعبد إلهين، واحد في السماء والآخر. يلا يا شيخ. فإثبات المطلب الأول يرد على الحشوية القائلين بالاسمية والجهة والمكان له تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وأشار إلى المطلب الثاني والثالث بقوله وفي بيان إقامة الدليل على عدم اتحاده. هنا بيرد على النصارى، يقول أن الحق تعالى اتحد، والنصارى مذاهبهم أو طوائفهم أو كنائسهم في تفسير الاتحاد أشياء فيها غرائب. في اللي يفسر الاتحاد بمعنى الاتصال، يقول لك زي ضوء الشمس، شوف لم يفارق الشمس وهو متصل بنا. في من يفسر الاتحاد بالامتزاج والاختلاط، يعني زي اتحاد الماء مع هذا الشراب فيصير شيئا واحدا. وهذا كله لا يكون إلا في الأجسام، يعني حتى الضوء ده عبارة عن أجسام صغيرة متكاثفة متلاحقة، الضوء ده أجسام. وفي بيان الدليل القاضي على وجوب قيامه، يعني غنائه تبارك وتعالى بنفسه، يعني بذاته العلية. ولولا ورود هذه اللفظة من القرآن الكريم في قوله تعالى حاكيا عن سيدنا عيسى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، لما جاز إطلاقها عليه جل وعلا. يعني القرآن ورد بإيه؟ بذكر النفس، زي ما نقول قيامه بنفسه. يعني كيف نقول بنفسه؟ يعني كيف نجعل له تعالى نفسا؟ فقال لك هذه لفظة وردت في القرآن. ومع ذلك حتى لو وردت في القرآن لا يجوز إطلاقها، لأنها من باب المشاكلة. يعني تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ليس معناها إثبات أن له تعالى نفس، وإلا إذا فسرنا النفس المراد بها الذات، كما في قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة. لكن الآية اللي فيها تعلم ما في نفسي ولا أعلم، لا يجوز إطلاق النفس عليه تعالى إلا على إيه؟ وحمله على المشاكلة لا داعي لثبوت اللغة به والأصل في إطلاق الحقيقة. الشيخ هنا يعني كأنه يعني جنح إلى السلفية أو تأثر به. وإثبات هذين المطلبين يرد على النصارى والباطنية بجواز اتحاده تعالى بغيره، أن يصير معه شيئا واحدا، كقول بعض النصارى باتحاد اللاهوت بالناسوت. اللاهوت يعني الجزء أو الجانب الإلهي، اتحد بالناسوت يعني بجسد، الناسوت يعني الجانب الإنساني، يعني الإله وجسد سيدنا عيسى صار شيئا واحدا. فلما اتحد الأقنوم الثاني اللي هو الكلمة بجسد عيسى صار عيسى إلها، ولذلك قال هو الله. ولهذا قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح.
كيف هو المسيح وهو بشر؟ قال له أن الإله اتحد به، يعني صار هو والإله ذات واحدة، يعني زي كأنه قيام الصفة بالموصوف. وادعى بعض النصارى ذلك في عيسى، وادعى بعض النصارى ذلك في عيسى عليه السلام أنه قام به الإله، يعني كأنه الإله صفة قامت بالموصوف اللي هو مين؟ المسيح. وادعى بعض الباطنية مثل ذلك في أنفسهم. تعالى الله عن الباطنية وعن برض النصرانية وعن المشبهة والمجسمة والسلفية وكله علوا كبيرة. بعدين يلا يا شيخ محمد. ثم شرع في ذكر صفة المخالفة لحواليه مفسرا لها ومعرفا، فقال: ولزم أن يكون محيط يعني خالق وموجد العالم بفتح الله كل موجود سوى الله مخالفا للحواليه في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. فالمخالفة عبارات عما ليس بجنه، لأنه إما أن يكون مركبا ومتحيزا كالجسم. لا، لسه كلام طويل هنا، المخالفة شرحها طويل، بس ادينا لكم اللي هي الخلاصة. خلينا هنا ثم شرع أحسن عشان لا يطول الأمر على الناس. وخذ يا عمي كتابك، خذ كتابك بيمينك. اللهم صل أفضل صلاة مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وطلع الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على سلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكري الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى